برحب بيك يا كابتن هيثم، ورحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وطبعا برحب بضيوفك الكرام كابتن اسلام علي وكابتن محمد سلعاوي، وطبعا الف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي تتويج سيدات سله الاهلي ببطوله منطقه القاهره. وطبعا ما ينفعش يكون معايا دلوقتي غير كابتن طارق خيري المدير الفني لسيدات سله الاهلي. واللي انا عايزه اقول طبعا النهارده العيد عيدين، امبارح كان عيد ميلاد كابتن طارق، والنهارده بيتوج ببطوله منطقه القاهره تاني بطوله في هذا الموسم. كابتن طارق طبعا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك، كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه، ودي اكيد اكبر هديه لعيد ميلادك النهارده. اولا انا متشكر ليكوا او وجودكم معانا، وكل سنه وانت طيبه، وعيد ميلاد تالت دينا النهارده عيد ميلادها كابتن فرقه. الحمد لله رب العالمين، ده يعني احنا بنشتغل عشان نسعد الجمهور والناس اللي في مجلس الاداره ونشاط الرياضي اللي بيتعبوا معانا، وبقى ده دورنا النهارده. زي ما انت شفتي عدم توفيق غير طبيعي، اذا كان في الديفنس، اذا كان في النسب، اذا كان في الريدنج، وده معدن الولاد عندنا، او لما حسوا ان انا ما اعرفش ايه سبب الحاله، بس الثالث والرابع عملوا جود ديفنس وجود ران جود ريدنج، الحمد لله رب العالمين قدروا يتوجوا. لان انا متفق معاهم ان احنا عايزين الموسم ده على قد ما نقدر ان احنا بدون خساره، يعني نكسب ان شاء الله كل حاجه وبدون كمان خساره، فالحمد لله رب العالمين. كابتن طارق، كان في مفاجاه بالنسبه لاداء هليوبلس النهارده، بس احنا قدرنا ان احنا نعمل كومباك الحمد لله، وقدرنا ان احنا نسيطر على الماتش في التو كوارترز الاخرانيين النهارده. الحقيقه انا كنت عارفه ان حضرتك كان في نوع من الاجهاد للاعبات، ولكن برضو على الرغم من الاجهاد ده برضو انت قدرت ان انت تسيطر على الماتش. كنت شايفه توترك، كنت شايفه تعب الاعصاب، ولكن الحمد لله انتهت بالفوز. هتكلم على هليوبلس الاول، هي مش مفاجاه، هي فرقه محترمه قوي، اللعيبه اللي فيها عندهم خبرات زي اللي عندي وجايز اكتر، معاهم اهاب بيشتغل كويس معاهم، عندهم تارجت ان هو عايز يكسب عشان ياخد تالت، فعنده تارجت. انا لو لا قدر الله كنت خسرت عندي ماتش مباراه فاصله بكره، يعني عندي اتنين اوبشن. اتنين، اي مدرب بيتعصب على شغله، ان انا مثلا بدي حاجه في ال 1 ان 1 او في ال 2 ان 2 او في التيم ديفنس او في الترانزيشن ديفنس وما بتتعملش، انت بتتعصبي، بنقول اضغط اللعيب يلعب ساك شويه، فتلاقي نفسك بتتعصبي. مع الشغل ده الحلقه كمان في الشوط الاولاني، اذا كان النسب من اوت سايد او حتى من تحت الباسكت الكره ما بتخشش، فكمان في عدم توفيق. فالحمد لله ان هم يعني مش عايز اقول حاجه فنيه، احنا خرجت كل الطوال، فلعبت بالبوفوتات الخفاف، هاله مثلا وميرال والسرايا والسلعاوي وفريده كلهم جردات، هو ده كان الريسك الاخير او الكارت الاخير، اللي انا العب بخمسه قصيرين فاعرف اضغط، وبالتالي لو عملت ستيل او جريد اقدر اجري. احنا لعبنا ان هليوبلس بقى له اربع ماتشات بيلعب بعدد قليل، فهو عنده اجهاد، يعني لو احنا كنا خلاص هنعلى وده اللي حصل، ممكن الموضوع عنده يبدا يقف او يبدا تجري انت عليه، والحمد لله كنا موفقين في ده. كابتن طارق، كانت بطوله منطقه القاهره اعداد قوي زي ما حضرتك طبعا شايف لدوري السوبر ويل السوبر، خلاص اقل من 10 ايام بتفصلك عن بطوله، وبعديها اقل من اسبوع بيفصلك عن بطوله اخرى، تحضيرات بقى الفتره اللي جايه ازاي؟ زي اي حاجه، انا واخدين خميس وجمعه راحه، من الثلاث اللي عنده اصابه بيتعالج منها يتمرن خفيف، الباقي هنبدا نراجع، لان انا زي ما اتكلمنا قبل الماتش انا من ساعه الدوري المرتبط اللعيبه راحت منتخب واللعيبه مصابه، ما لعبتش كتير قوي خمسه على خمسه في التمرين، في حاجات برضو البنات ممكن تنسى، ممكن مش زي الولاد ممكن ابقى فوكس على طول، انما احنا يومين اجازه وهنتمرن من السبت ان شاء الله تجهيز لماتش، يعني الفتره اللي جايه كلها سبورتنج بس، اذا كان ميتنج، اذا كان ميتنج فيديو، اذا كان دريلز جوه التمرين، كله سبورتنج فقط. اخيرا يا كابتن طارق، رساله للجمهور، شفنا النهارده يعني يمكن حضورهم كان ليه عامل قوي جدا على الكومباك اللي حصل للفرقه، وانت كان بينك وبينهم تحيه خاصه، رساله توجهها لجمهور النادي الاهلي النهارده بعد كل يعني التشجيع اللي عمله النهارده مع الفريق؟ قلبي ليهم، احنا بنلعب وبنمرن عشانهم، هم دايما حتى النادي بادارته بنشاط، احنا بنشتغل علشان نسعد الجمهور، ده نمره واحد، بنفرح ان هم موجودين، انا اكتر واحد سعيد بيهم، لان من وانا ماسك الولاد كان دايما في بينهم هات وخد، من ساعه ما مرنت في البنات العلاقه بقت جميله، انا اكتر واحد سعيد ان انا العلاقه بدات تبقى حلوه، وبشكرهم ان هم بيحضروا برضو، الموضوع بيبقى تايم طويل عليهم واجهاد، واي حاجه احنا بنعملها والله العظيم عشانهم، يعني احنا سعداء ان هم بيبقوا مبسوطين.
مبروك يا كابتن طارق، نورتنا وشرفتنا على شاشه نادي الاهلي. الله يبارك لك، وما نسينا بقى نسلم على هيثم وكابتن هيثم وكابتن سلاوي وكابتن اسلام، تحياتي ليهم. الف مبروك لك. شكرا. ده طبعا كان لقائنا مع كابتن طارق خيري المدير الفني لسيدات سله الاهلي عقب التتويج ببطوله منطقه القاهره، تاني بطوله طبعا اكيد بنتمنى ان يتم التوفيق خلال الفتره المقبله او خلال الاسابيع المقبله في دوري السوبر وكمان في بطوله السوبر، زي ما احنا طبعا يعني شاهدنا معاكم كابتن طارق كان ليه دور كبير جدا في النهارده في مباراه اليوم، واكيد وجه رساله خاصه للجمهور، واكيد طبعا كان شايف ان في عدم توفيق في البدايه، ولكن الحقيقه ان هو قدر يسيطر على المباراه في النهايه وقدر ان هو يعمل كومباك طبعا بلاعبات سيدات سله الاهلي. طبعا يعني العوده ليك مره اخرى يا كابتن هيثم، واكيد مستمرين معاكم في لقاءاتنا النهارده.